السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطلبات المعهد العالي للسياحة بمعاهد الكينج ماريوت من اسكندرية، كل عام وأنتم طيبين. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والإحسان والبركات إن شاء الله. هنستكمل طبعا المحاضرات. أخذنا طبعا المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية للفرقة الثالثة، لغة أجنبية أولى متخصصة ثلاثة، وشرحناهم طبعا قبل كده بالتفصيل. وقلت طبعا لو في أي حد عنده أي مشكلة، أي حاجة، أي جزئية مثلا مش مفهومة، تمام، يقدر يسألني إن شاء الله كل سبت في المعهد أنا موجود، تمام. وأي مشكلة أنا مستعد إن أنا أحلها له في المادة العلمية. طبعا قبل ما نشرح، طبعا ندخل في المحاضرة الثالثة، هنتكلم بس بشكل سريع يا شباب عن انت ازاي تعمل هاو تو فورم ان اس اي، ازاي طبعا تكون ان اس اي، اوكي، ازاي طبعا هاو تو رايت ان اس اي، هاو تو رايت ا باراجراف، ازاي تكتب طبعا باراجراف او ازاي تكتب طبعا اس اي، اوكي. ده طبعا ريفيجن كده سريعا، عشان طبعا انت كطالب جامعة المفترض ان انت يكون عيب عليك او يكون عيب او يؤخذ عليك ان انت ما تقدرش تكتب طبعا باراجراف صح، ما تقدرش تكتب طبعا مقال صح، اوكي. ده طبعا بيساعدك ان انت بعد كده لما تيجي طبعا تشتغل في اي مكان محترم في مجال السياحه او في مجال الفنادق، طبعا لازم يكون قدره عندك القدره ان انت طبعا تتكلم بلباقه وتكتب ايضا بلباقه. طيب عشان طبعا تكتب اي باراجراف، تمام، الباراجراف يعني الاول، يعني باراجراف الباراجراف عبارة عن جروب اوف سنتنسز، طبعا عبارة عن مجموعة من الجمل، اوكي، ريليتد ايتش اذر، مرتبطة ببعضها البعض، ريليتد تو ايتش اذر يعني مرتبطة ببعضها البعض، مجموعة من الجمل، يعني طبعا جملة نقطة، جملة نقطة، جملة نقطة، يبقى جملة وجملة وجملة وجملة، كام جملة على بعض، او جروب اوف سنتنسز طبعا مجموعة من الجمل مع بعض جنب بعض، في الاخر بتكون حاجة اسمها باراجراف. يبقى الباراجراف يا جماعه عباره عن مجموعه من الجمل المرتبطين بعضهم البعض. طيب طبعا لما تيجي تكتب اي باراجراف يا شباب، تمام، او اي اسي، طبعا ما بنرقمش، يعني ما بنقولش مثلا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 وهكذا، لا، احنا بنكتب طبعا الجمل كلها جنب ايه، جنب بعض، عشان في الاخر بتكون ايه، باراجراف، تمام. طبعا باراجراف ممكن طبعا حسب قدرتك، طبعا ممكن تكتب مثلا 8 جمل 10 جمل، تمام، حسب طبعا ايه القدره او الامكانيات اللي العلميه الخاصه بالموضوع الباراجراف اللي انت عايز طبعا تكتب عنه، اوكي يا شباب. طيب يبقى قلنا الباراجراف عباره عن مجموعه من الجمل المرتبطه ببعضها البعض. طيب نيجي بعد اسي، الاسي بقى عباره عن مجموعه من باراجرافس، جروب اوف باراجرافس يعني عباره عن مجموعه من الباراجرافات المرتبطه ببعضها البعض. يبقى احنا كده عامل ايه، عامل كده سلم او سلم تدريجي، تمام، سلم تدريجي اهوت، ان الباراجراف عباره عن مجموعه من الجمل مرتبطه ببعضها البعض، لكن الاسي عباره عن مجموعه من الباراجرافات. طيب براعي ايه بقى، براعي اثناء كتابتي للاسي، تمام، لازم او الباراجراف لازم يا جماعه اراعي بعض الحاجات. ايه الحاجات اللي انا ممكن او لابد ان اراعيها؟ حاجات طبعا في ادوات الربط، تمام، ادوات مثلا اللي هي هو صفات الملكيه، تمام، زي مثلا او ضمائر الملكيه زي ماي وزي هاز وزي هير وزي زير، اوكي. استخدم طبعا يا جماعه ادوات معينه زي مثلا ايه، افتر بيفور سو بيكوز، دي كلها طبعا اف، كلها طبعا ان انا لازم اطعم او اغذي الباراجراف او ليس طبعا بهذه الروابط، لانها بتثقل او بتثري طبعا شكل الباراجراف او شكل الاسم بشكل جيد، وبشكل ايه، وبشكل ان المستمع او القارئ نفسه بيحب ان هو ايه، ان هو يشوف حاجات جديده طبعا موجوده في الاسم. يبقى لازم اطعم او لازم اغذي الباراجراف او الاسم طبعا بادوات الربط، تمام، اغذي طبعا بادوات معينه، تمام، زي مثلا افتر زي بيفور زي سو زي بيكوز، طبعا الادوات اللي هي بتعبر عن التناقض، بتعبر عن السبب، بتعبر عن النتيجه وهكذا، اوكي. برضو لازم اغذي الباراجراف برضو بادوات اللي هي الترقيم، يعني مثلا الترقيم زي مثلا ايه، عايز تكتب مثلا ايه، تكتب كذا حاجه او تعدد اسباب كذا حاجه، هتقول مثلا فيرستلي اولا، سكندلي، ثيردلي، فورثلي، فيفثلي، سيكثلي وهكذا، يعني اولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا وهكذا، اوكي يا شباب. طيب
طبعا عشان تكتب اي باراجراف او اي اسم طبعا لازم تراعي او لازم يتوفر طبعا في باراجراف او في الاسم مقال لازم يتوفر فيه بعض الحاجات. اولا لازم يتوفر فيه اول حاجه توبيك سنتنس، طبعا يعني توبيك سنتنس اللي هي الجمله الرئيسيه. الجمله الرئيسيه اللي هي بنسميها انتروداكشن، اللي هي طبعا تعتبر في اول جمله فين باراجراف، يبقى توبيك سنتنس طبعا يعتبر اول جمله فين في الباراجراف، ودي تعتبر هي بتعطي gives importance of the paragraph or gives the importance of the essay، بتعطي طبعا اهميه للمقال نفسه او اهميه للباراجراف. يبقى اول حاجه توبيك سنتنس يعني الجمله الرئيسيه، دي اول حاجه. تاني حاجه سبورتنج ايدياز او سبورتنج سنتنسز، طبعا الجمل التدعيميه او الجمل ايه التفسيريه. تمام، يعني ايه جمل تدعيميه او جمل تفسيريه؟ يعني ان انا بفسر او بشرح طبعا الجمله الرئيسيه، مبدئيا افصل الجمله الرئيسيه. تالت عنصر اللي هو كونكلوجن سنتنس، طبعا يعني كونكلوجن سنتنس هي الجمله الختاميه. قال لك الجمله الختاميه عباره عن ان هي نفس الجمله الرئيسيه تمام، لكن بكلمات نفس معنى الجمله الرئيسيه لكن بكلمات مختلفه، نفس معنى الجمله الرئيسيه لكن بكلمات ايه مختلفه. يبقى انا عايز اعمل كده يا شباب، يبقى انا عندي بالنسبه لكتابه الاسي او كتابه الباراجراف لازم يا شباب اراعي 3 حاجات. لازم اراعي اول حاجه اللي هي توبيك سنتنس، طبعا الجمله الرئيسيه، والجمله الرئيسيه تعتبر هي اول جمله في الباراجراف او اول جمله في الاسي، وهي طبعا مين بتعطي اهميه للموضوع نفسه، ده اول حاجه. تاني حاجه بعد الجمله الرئيسيه حاجه اسمها سبورتنج سنتنسز طبعا، او سبورتنج ايدياز يعني الافكار الداعمه او الافكار الجمل الداعمه للفكره الرئيسيه. تمام، بشرح فيه طبعا ايه كل حاجه تمام على الموضوع نفسه. تالت حاجه اللي هي الجمله الختاميه، وقال لك الجمله الختاميه يا شباب عباره عن او معناها نفس معنى الجمله الرئيسيه لكن بكلمات ايه بكلمات مختلفه. طيب نحط مثلا مثال او نقول مثلا مثال، لو مثلا قال لك ايه تتكلم عن مثلا سبورت، عن الرياضه، هنقول مثلا ايه اول حاجه سبورت، طبعا ده الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه الرياضة. يبقى أول حاجة لازم نتكلم نكتب أو إن يكون في فكرة رئيسية ثم supporting ثم conclusion. أول حاجة ممكن مثلا نتكلم إزاي عن الرياضة، هنقول مثلا sport is very important in our life، sport is very important in our life. Why؟ ليه الرياضة مهمة جدا في حياتنا؟ Because it strengthens the relationships among people all over the world، يعني لأنها بتقوي العلاقات ما بين الشعوب في جميع أنحاء العالم. يبقى دي الجملة الرئيسية. يبقى الجملة الرئيسية عرفنا ان هي the importance of sport in our life، اهمية الرياضة في حياتنا. اوكي طيب نقطة نكمل بقى كده، يبقى ده الجملة الرئيسية، بلورنا العنوان نفس الموضوع نفسه في الجملة الرئيسية. نبدأ بقى نفسر او نشرح طبعا الجملة الرئيسية ايه اللي انت ممكن تتكلم عليه عن العنوان الرياضة. هنقول مثلا there are many kinds of sport، there are many kinds of sport، يوجد انواع عديدة من الرياضة رياضات such as، زي مثلا ايه؟ زي مثلا فوتبول، زي مثلا هاند بول، زي مثلا فولي بول، زي مثلا باسكت بول، زي مثلا تنس. اوكي بعد كده نبدا بقى نقول ايه، نمسك بقى لعبه لعبه معايا ونبدا ايه نشرحها. فريسلي، فريسلي يعني اولا فوتبول، فوتبول از فيري، طيب انت عايز تقول مثلا ان كره القدم مهمه جدا، انت طبعا في الجمله الرئيسيه كتبت طبعا امبورتنت مهم، ما ينفعش ان انت طبعا تعيد من تاني الصفات نفس الصفه، انت عندك صفات كتيره بنفس المعنى بتاع مهم، ممكن عندك سيجنفيكانت يعني سيجنفيكانت برضه مهم، عندك وندرفول مهم او رائع، عندك مارفلس يعني هائل او رائع او مهم. اوكي يا شباب، عندك جريت يعني عظيم او هام او رائع او ايا كان، برضه بتبقى ايه بتدي نفس ليه نفس المعنى. يبقى عشان تثقل او تثري من شكل الباراجراف او شكل الاسم ان انت ما تكررش ايه في الصفات الموجوده عندك، ما تكررش في معاني الصفات الموجوده ايه الموجوده عندك في الاسم او في الباراجراف. اوكي يا شباب طيب هنقول مثلا ايه فريس لاوان الفوتبول، فوتبول از فيري سيجنيفيكانت، واي؟ بيكوز ات ديبيندز اون، بيعتمد عليه بقى، بيعتمد على كوبريشن امونج بيبلز اول اوفر ذا وورلد، بيعتمد على التعاون بين الشعوب في جميع انحاء العالم، دي طبعا حقيقه. سكند، ثانيا مثلا تنس، تنس از فيري مارفلس، طبعا لعبه التنس طبعا رائعه او هائله او 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 حاجه طبعا جميله. ليه؟ بيكوز ات ديبيندز اون، بتعتمد طبعا على التركيز، بتعتمد برضو على التعاون ما بين مثلا الشعوب وهكذا. اوكي نيجي بعد كده بعد ما خلصت تفسير اللي هو طبعا سبورتنج ايدياز، هنبدا بعد كده نكتب الجمله الختاميه. واحنا قلنا الجمله الختاميه هي نفس
الجمله الرئيسيه لكن بكلمات مختلفه. لو انا قلت مثلا نو وان كانت ديسبنس ويز سبورت ان اور لايف ان هيز لايف، مفيش ولا واحد يستطيع ان يستغني عن ديسبنس ويز. يعني ايه ديسبنس ويز؟ يستغني عن الرياضه في حياته. مش هي ان سبورت از فيري امبورتنت اور لايف، ان الرياضه مهمه جدا في حياتنا. وطبعا كده راعينا الجمله الرئيسيه وراعينا اللي هي الافكار الداعمه للفكره الرئيسيه، وراعينا طبعا الجمله الخدميه اللي هي نفس طبعا معنى الجمله الرئيسيه لكن بكلمات مختلفه. اوكي يا شباب، طيب نبدا بقى بعد كده في الجزء الثاني في المحاضره. طبعا انا جايب لك طبعا بعض الكلمات الفوكابلري، تمام. المفترض دلوقتي هنشرح طبعا معانيها ونحل التمرين ده مع بعض. والتمرين ده يا شباب خلي بالكم التمرين ده مهم جدا 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 جدا. اوكي يا شباب، طالما قلت مهم جدا جدا يبقى لازم طبعا تركزوا عن الاكسرسايز ده. قال لك طبعا ايه؟ fill in the gaps with words from the list، املأ الفراغات الاتيه بالكلمات اللي موجوده عندك. اولا لوبي يعني زي ما احنا خدناه قبل كده، لوبي يعني لوبي يعني اللي هو الانترنس، ذا بابليك انترنس ده المدخل العام بتاع مثلا ايه الاوتيل، تمام كده. طب سنجل روم يعني غرفه بتتكون من فرد واحد. طيب سيوت يعني طبعا غرفه بتتكون من شخصين مثلا، تمام، بس في الاخر بتكون ايه عباره عن كيونت واحده از يونت مثلا. اوكي، بعد كده اوكيوبانسي ريت يعني معدل اشغال. كونسيرج يعني ايه كونسيرج؟ اللي هو طبعا احنا بنسميه الشخص المسؤول عن خدمات الاستقبال، تمام. دبل روم يعني طبعا غرفه تحتوي طبعا على شخصين، تمام كده، بيكون طبعا فيها شخصين. بيلمان طبعا اللي هو الايه اللي هو قارع المقوس او الايه البواب او الشيال الموجود في المكان نفسه. اوكي يا شباب، طيب نبدا طبعا ايه واحده واحده. اول جمله ايه بقى؟ قلنا اول جمله طبعا is a room intended for occupied by one person، يبقى الغرفه اللي بتشغل one person ايه هي؟ يبقى قلنا single room، مش احنا قلنا single room؟ طبعا يبقى اول جمله يا جماعه single room الغرفه الفرديه هي الغرفه اللي بتشغل طبعا one person، يعني one person يعني فرد واحد، تمام كده. طيب number two the percentage of room، the percentage of rooms or beds occupied in hotel during a given period is known as ايه بقى؟ قال لك طبعا ايه؟ قال لك نسبة الغرف أو السراير المشغولة في الفندق أثناء مثلا فترة معينة بيطلق عليها إيه؟ يبقى معدل الإشغال يعني إيه؟ occupancy rate، يبقى occupancy rate يعني معدل الإشغال، تمام؟ نسبة الغرف بمعنى نسبة الغرف أو السراير الموجودة في الأوتيل أثناء طبعا إيه؟ فترة معينة بيطلق عليها طبعا إيه؟ بيطلق عليها occupancy rate يعني معدل الإشغال. رقم ثلاثة، ايه هو بقى ذا بابليك انترنس اريا اوف ذا هوتيل اللي احنا لسه اللي هو ايه اللي هو اللوبي. يبقى ذا لوبي از ذا بابليك انترنس اريا اوف ذا هوتيل ات اوفن كونتينز سيتنج، طبعا مكان الجلوس، رايتنج اند رينج مكان طبعا للقراءه والكتابه، تمام. طيب رقم اربعه ايه بقى؟ is a room intended for occupied by two people، تمام، غرفه بيكون فيها شخصين. يبقى is a room intended for occupied by two people، يبقى احنا عندنا مين؟ دبل روم، مش احنا قلنا دبل روم الغرفة الثنائية، يعني ايه غرفة ثنائية؟ يعني غرفة بتحتوي او بتشتمل على طبعا شخصين، يبقى الغرفة بتحتوي او بتشتمل على شخصين اسمها دبل روم. طيب رقم خمسة، ايه هي ايه نقط؟ is a hotel employee who carries package and does other errands for the guests، تمام كده؟ قال لك الشخص اللي بيه اللي او الموظف اللي بيكون داخل الفندق اللي بيحمل طبعا او بيشيل طبعا اللي الحقائب بالنسبه للجسس للضيوف، ايه هو طبعا ايه؟ هنسميه طبعا بيلمان. يبقى بيلمان يبقى هو الشخص اللي هو القارع الناقوس او اللي الشيال او الحمال او البواب اللي بيكون موجود داخل الفندق، الموظف داخل الفندق. طيب بعد كده a person in a hotel whose job is to help guests by giving them information arranging theater tickets الى اخره is called، يبقى عندنا ايه؟ قلنا طبعا concierge، قال لك ده الموظف يا شباب اللي هو طبعا بي
بيرشد طبعا الناس وبيستقبل طبعا الناس وبي بي مثلا بيديهم مثلا معلومات خاصة عن الفندق تمام، وطبعا بيرتب طبعا ايه التذاكر بتاعته. يبقى قلنا ده موظف داخل الفندق بنسميه كونسيرج. طيب رقم 7، is two or more rooms rented as a unit. طبعا غرفتين او اكثر مستأجرة كوحدة تمام، غرفتين يعني زي نظام وحدة كده تمام، وحدة فيها طبعا غرفتين او اكثر بتسميها سيوت روم. يبقى سيوت روم اللي هي طبعا ايه عبارة عن غرفتين او اكثر داخل الفندق بس مستأجرة كوحدة. يبقى احنا عندنا، يبقى انا في التمرين ده او في الاكسرسايز ده، يبقى اول حاجة يبقى سنجل روم تمام، اول جملة هتبقى سنجل روم، ده اول واحدة. تاني واحدة الحالة بتاعها اوكيوبنسي ريت، يعني ايه اوكيوبنسي ريت؟ يعني معدل الاشغال. تالت جملة اللي هو طبعا لوبي، لوبي طبعا اللي هو المدخل العام بتاع الفندق. رابع حاجة بنسميه دبل روم، دبل روم تمام. خامس حاجة بنسميه اللي هو البيلمان، البيلمان هو الحمال أو الشيال تمام. رقم 6 اللي هو طبعا كونسيرج، اللي هو طبعا الموظف المسؤول عن استقبال الموظفين، استقبال سوري المسافرين أو السياح أو الزوار. رقم 7 بنسميها طبعا سيوت روم، طبعا هي عبارة عن غرفتين أو أكثر متأجرة كوحدة بالنسبة طبعا للمسافر أو السائح أو الزبائن الموجودة داخل الفندق. أوكي يا شباب، ده طبعا تمرين مهم جدا 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 تمام كده، طبعا عشان طبعا إيه في الامتحان هيجي بالشكل ده، في الامتحان يا شباب هيجي طبعا بالشكل ده بأمر الله في تشويس أو في السؤال بتاع طبعا ترو أور فولس. اوكي طيب، نيجي بعد كده انا اجيب لك طبعا في كلمات معينه اهوت. الكلمه طبعا معناها بالانجلش طبعا وايه معناها بالعربي. اول كلمه طبعا ستور، ستور يعني متجر. يعني ايه متجر؟ A small room used for storing furniture. ده طبعا مكان صغير بيستخدم طبعا ايه لتخزين الاثاث تمام. المتجر عباره عن A small room used for storing furniture، يبقى دي ستور. يجيلك في الامتحان يقول لك مثلا نقط A small room used for storing furniture بنسميه طبعا ستور. يبقى ستور عبارة عن متجر أو مخزن تمام. هو is a small room used for storing furniture، اللي هو المتجر. طيب retrieve يعني يسترد. The possibility of recovery، يبقى the possibility of recovery يعني الإمكانية، إمكانية طبعا إيه استرداد، يسترد. يبقى retrieve بمعنى يسترد. نيجي بعد كده conduct. كونداكت طبعا يا شباب بمعنى علاج او طريقه او اسلوب تمام، او اجراء. as action or manner of managing an activity or organization تمام. دي طبعا طريقه في اداره طبعا نشاط او منظمه. طب accessible يعني attainable، يعني attainable يعني يمكن الوصول اليه تمام. يبقى accessible يعني attainable يعني يمكن الوصول. طب inventory يعني جرد السلع تمام يا شباب، او المخزون. معايا يقول لك ايه؟ عايز اعمل جرد للسلع او جرد للمخزون. اوكي يبقى سوري يا شباب هنعدل. يبقى ديت جرد ديلين. سوري يبقى دي جرد ليه؟ جرد السلع. واحد يقول لك مثلا ايه عنده مثلا سوبر ماركت كبير او عنده مثلا محل كبير، فيقول لك ايه انا عايز اجرد ايه اعمل جارد للسلع دي. يبقى جارد اسمها انفنتوري يعني جارد، او ممكن تجيب معنى مخزن. طيب في سؤال، نجيب لك سؤال هنا بيقول لك ايه عشان طبعا تقدر تفرق ما بين انواع الغرف. قال لك ايه differentiate between single room, double room and suite room تمام، او suite room. طبعا احنا عندنا single room، طبعا زي ما احنا قلنا ان single room عبارة عن غرفة احادية، double room عبارة عن غرفة ثنائية يعني بيكون فيها شخصين تمام، لكن suite room طبعا دي غرفة بيكون فيها طبعا شخصين، غرفتين او اكثر سوري rent as a unit، بيكون عبارة فيها غرفتين او اكثر rented as a unit مستأجرة في الاخر كايه كوحدة.
اوكي يا شباب، يبقى ده طبعا سنجل روم ودبل روم وسويت روم. يبقى سنجل روم يعني غرفة أحادية، دبل روم يعني غرفة ثنائية، سويت روم يعني غرفة زي ما احنا قلنا دلوقتي بتشتمل على غرفتين أو أكثر، تمام؟ بس هي رنتد أز يونت، مستأجرة كإيه؟ كوحدة. أوكي يا شباب، يبقى ده طبعا بالنسبة للجزء ده. طيب نيجي بعد كده، ركزوا بقى معايا في الجزء ده، فريزل فيربس. فريزل فيربس طبعا انا جايب لك طبعا فريزل فيربس هنا، جايب لك اولا يعني ايه فريزل فيرب. طبعا فعل بلس بروبوزيشن، تمام، بيكون طبعا ايه معنى مختلف للفعل، تمام كده. يبقى انت عندي فعل بعدها بروبوزيشن بلس بروبوزيشن، فعل بعدها حرف جر، في الاخر بيكون ايه، بيكون معنى لفعل حسب طبعا ايه حرف الجر قدام الفعل. طيب على سبيل المثال انا اجيب لك طبعا هنا امثله او افعال طبعا قدامها طبعا حرف جر، افعال معينه وقدامها طبعا حرف جر. على سبيل المثال مثلا يقول لك ايه، I ran into my teacher at the movies last night. يبقى run plus into يعني meet، يعني انا قابلته طبعا المدرس بتاعي at the movies last night، الليلة في السينما يعني، تمام. last night يعني الليلة اللي فاتت أو الليلة الماضية، تمام كده. طيب نيجي بعد كده، he ran away when he was، تمام، لما كان عنده 15 سنة، تمام كده. هو ساب المنزل أو ساب المكان ده لما كان عنده كام سنة؟ لما كان عنده 15 سنة. يبقى ران اواي بمعنى ايه؟ ليف هوم. يبقى ران انتو بمعنى ميت يقابل، وران اواي بمعنى ليف هوم، تمام كده. بعد كده قال لك some phrasal verbs are intransitive. يعني ايه intransitive verb؟ can not be followed by an object. يعني intransitive verb قال لك يعني الفعل اللي احنا ما او ما يقدرش ان هو يتبع او ما بيجيش بعده طبعا object يعني مفعول. اوكي، يعني على سبيل المثال يعني اجي اكون مثلا جمله يبقى فعل وفعل فقط، ما بيجيش بعدها مفعول، تمام كده. في بعض الفريزر فيربس يعني بعض الافعال ما ينفعش يجي بعدها طبعا مفعول، لكن الافعال ديت يا شباب بيجي طبعا بتكون مكونه على هي طبعا سبجكت اللي هو الفعل ثم الفعل نفسه فقط. على سبيل المثال يقول لك يبقى he suddenly showed up، تمام كده. he suddenly showed up، هو فجأة طبعا ايه، هو فجأة ظهر، فجأة ايه ظهر. اوكي يا شباب، هل طبعا بعد showed up في طبعا object؟ طبعا لا، زي ما احنا عارفين object يعني هو العنصر الثالث اللي بعد الفعل، مع العنصر الاولاني بيكون subject، بيكون اول حاجة في الجملة ثم الفعل ثاني عنصر ثم طبعا object اللي هو بعد الايه، بعد الفعل مباشرة. اوكي طيب، نيجي بعد كده قالك ثلاثة، قالك some phrasal verbs are transitive verb can be followed by an object. طبعا في بعض الافعال اللي هي طبعا phrasal verbs ديت ممكن تبقى transitive، يعني ممكن يجي بعدها طبعا object، تمام. على سبيل المثال I made up the story، تمام، اللي هي make up، انا طبعا الفت، make up معنى يؤلف، I make up يعني ايه، يعني يؤلف، ثواني كده. تمام، يبقى ميك اب معنى يؤلف او يخترع، تمام كده. I made up the story، انا الفت طبعا ايه، انا الفت قصه طبعا، ميك اب. اوكي يا شباب، طيب اجيب لك طبعا بعد كده في بعد كده هنجيب لك برضو امثله في رقم 4، I taught my mother into letting me borrow the car. انا طبعا ايه قلت مثلا او تحدثت مع والدتي ان هي طبعا تسمح لي ان انا استعير السيارة. اوكي تمام، وعندنا طبعا she looked the phone number up. سوري، اوكي برضو ايه، برضو هي اتصلت طبعا بالرقم التليفون، تمام. يبقى عندنا برضو ايه
يبقى لوك اب، تمام؟ هي بحثت عن رقم التليفون، او ممكن تيجي بمعنى يتصل، يبقى لوك اب ممكن تيجي بمعنى يبحث عن، تمام كده؟ او ممكن طبعا بمعنى يستكشف، او ممكن تيجي بمعنى يتصل. اوكي يا شباب، طيب انا يهمني في ده كله، اللي يهمني في ده كله ان انت تعرف يعني لوك انتو ينظر الى. طبعا عندنا لوك اب معنى يستكشف، او ممكن تيجي بمعنى يفحص، او ممكن تيجي بمعنى يتصل. يتصل ران انتو، او ران انتو بمعنى ميت يقابل، ران اواي بمعنى ليف هوم، بمعنى ايه طبعا ايه يترك المكان، او يترك طبعا منزل، او يترك مثلا ايه الحاجه اللي هو طبعا كان مقيم فيها. اوكي يا شباب، ده اللي يهمني طبعا في الجزء ده. اوكي يا شباب، يبقى ركزت طبعا. ران انتو معنى يقابل، ميت طبعا، شوت اب معنى يبرز او يظهر، ميك اب معنى يالف او يخترع، تمام. وخدنا طبعا لوك اب معنى يفحص او يكتشف او يستكشف او يتصل. اوكي يا شباب، طيب نيجي بعد كده تكملة الفريزر فيبس. انا مجمعها لك اهو. تيرن اوت، تيرن اوت بمعنى از ديسكفرد. يعني ايه ديسكفرد؟ يعني مكتشف. تيرن اوت بمعنى يكتشف، ديسكفر بمعنى يكتشف. تيرن انتو، تيرن انتو طبعا بمعنى كونفيرت اور تشينج انتو، معايا تو تشينج انتو تو بي فاوند. اوكي، يبقى تيرن انتو معنى كونفيرت، معنى يغير. تيرن انتو برضه ايه معنى يغير، معايا يغير. اقول لك بعد اذنك مثلا عايز اغير القناه دي. اوكي، يبقى تيرن انتو بمعنى يغير، يبقى تيرن اوت معنى اكتشف، تيرن انتو بمعنى يغير، كونفيرت بمعنى يغير، تيرن اب معنى ارايف. تيرن اب معنى ايه؟ بمعنى ارايف، بمعنى يصل. يبقى تيرن اب معنى ارايف يعني يصل. تيرن اون اوبريت يعني يشغل، تيرن اون يشغل. تيرن اوف ديسكونكت يعني يفصل. يبقى تيرن اون وتيرن اوف، خلي بالك، تيرن اون معنى يشغل مثلا تلفزيون تي في، تيرن اوف معنى ديسكونكت. يعني ايه ديسكونكت؟ يعني يطفي او يفصل. اوكي، عندنا تيرن باك، تيرن باك معنى ريفرس دايركشن، تيرن باك يعود او يرجع، معايا؟ يبقى تيرن باك معنى يعود او يرجع او يسترد، يبقى تيرن باك معنى يعود او يرجع او يسترد. تيرن اوفر طبعا رول اب سايد داون، تيرن اوفر معنى يلف، معايا؟ طبعا رول طبعا تيرن اوفر معنى يلف او ايه يدور يعني. تيرن داون، تيرن داون بمعنى ريفيوز اور ريجكت، يعني ريجكت من ريجكشن يعني رفض، تمام كده؟ يبقى عندنا تيرن داون ريفيوز اور ريجكت معنى يرفض. لوك ات، لوك ات بمعنى ينظر الى، يفكر، معايا؟ يعتبر، كونسيدر، يبقى لوك ات بمعنى ينظر الى، اللي هي بمعنى كونسيدر بمعنى يعتبر، او تيجي بمعنى ينظر الى. لوك اوفر، لوك اوفر يعني اكزامين كويكلي، يعني ايه؟ يعني يختبر او يفحص بيه بسرعه. يبقى لوك اوفر بمعنى اكزامين كويكلي، يعني اكزامين كويكلي يعني يختبر او يفحص ايه؟ يفحص بسرعه. اوكي، لوك اب، لوك اب طبعا قلنا سيرش فور انفورميشن، يبحث عن معلومات. يبقى لوك اب معنى سيرش فور انفورميشن، يبحث عن معلومات. طبعا لوك انتو اكزامين فور كوز، طبعا بيفحص عن سبب، معايا؟ بيفحص عن ايه؟ عن سبب. لوك ثرو، يبقى لوك ثرو معنى انفستيجيت، يعني انفستيجيت معنى برضو معنى يكتشف او يستكشف. انفستيجيت واحد يقول لك ايه انا عايز استكشف، انفستيجيت عايز اعمل انفستيجيشن، استكشاف. لوك افتر، تيك كير اوف، يعني تيك كير اوف طبعا يعني يعتني او يهتم. لوك فورورد يعني انتسيبيت وذ بليشر، معنى يتطلع الى. لوك فورورد تو يتطلع ايه الى. اوكي يا شباب، يبقى تيرن اوت معنى اكتشف، تيرن انتو معنى يغير مثلا عايز اغير القناه او كده، تيرن اب معنى يصل، تيرن اون معنى يشغل، تيرن اوف معنى يفصل او يطفي، تيرن باك معنى يعيد يعني، تيرن اوفر معنى يلف، تيرن داون معنى يرفض، ريفيوز اور ريجكت يرفض. لوك ات معنى ينظر الى او يعتبر، لوك اوفر معنى يختبر بسرعه، لوك اب، لوك اب معنى يبحث عن معلومات، لوك انتو بمعنى ايه يفحص عن سبب، تمام. لوك ثرو يعني يستكشف، لوك افتر بمعنى تيك فور يعني تيك كير فور، تيك كير سوري تيك كير اوف او تيك كير فور بمعنى يعتني او يهتم، لوك فورد بمعنى ايه يتطلع الى. طيب
دي طبعا بالنسبة لي مش تكملت بقى تكملت طبعا الفريزر فيربس. طبعا عندنا برينج راوند، ريفايف، ريفايف يعني ينشط او يحيي، معايا؟ ريفايف معنى يحيي او يبعث او ينشط طبعا حاجة دي، ماشي؟ برينج راوند ريفايف او معنى يحيي او ينشط او يبعث. برينج اباوت يعني برينج اباوت كوز، كوز يعني يسبب، معايا؟ يبقى برينج اباوت بمعنى كوز معنى يسبب، تمام. برينج اب بريد يربي، يعني مثلا يقول لك ايه، انا عايز اربي اولادي مثلا ايه على التربية الدينية الصحيحة، يبقى برينج اب ماي تشيلدرن. طبعا ماي تشيلدرن يعني ايه، اطفالي او اولادي، يبقى طبعا برينج اب معنى يربي. بريد ممكن تيجي برضه معنى بريد. برينج فورورد يعني برينج فورورد، بص سمثينج فورورد يعني طبعا ايه، يعني اطلع الى، تمام. برينج اوف سكسيد ان دون، طبعا ينجح في فعل شيء ما، برينج اوف يعني ينجح في فعل شيء ما. برينج باك ريتيرن يعني يعود او يرجع، برينج باك معنى يعود او يرجع. طيب برينج ان، برينج ان بمعنى انتروديوس، يقدم يعني مثلا يقدم مثلا ايه، يقدم مثلا يقدم مثلا مؤتمر، يقدم اتفاقية، تمام، وهكذا. يبقى طبعا عندنا برينج ان بمعنى انتروديوس يعني يقدم، برينج اوت بمعنى بروديوس ينتج او يخرج، برينج اوت بمعنى بروديوس ينتج او يخرج. بوت اون يعني كوز تو ستارت وركينج، تمام، طبعا بيبدأ طبعا في عمل، بيبدأ طبعا يبدأ في عمل ما. بوت اواي طبعا ريتين سمثينج تو وير ات سكيب، تمام. بوت اواي بمعنى ايه، بمعنى يرجع الحاجة اللي هو كان ايه، اللي هو كان محتفظ بيها، اوكي. بوت ثرو طبعا ايه، ليت سامون سبيك اون ذا فون تو سامون ايلس، طبعا بيسمح للشخص ما ان هو يتحدث بالتليفون معايا مع شخص اخر، تمام. بوت اون يعني وير، وير يعني ايه، يعني يرتدي او يلبس، ماشي. يقول لك مثلا ايه، انا عايز مثلا البس هذا التيشيرت، اي بوت اون ذيس شيرت، انا عايز ارتدي هذا الايه، هذا التيشيرت او هذا الشيرت، تمام. بوت اوت، بوت اوت بمعنى اكستنجوش يعني يطفي، طبعا ايه، بوت اوت بمعنى اكستنجوش يعني اكستنجوش معنى يطفي او يطفي يعني. بوت اب، بوت اب يعني انكريز، انكريز يعني ايه، يعني يزداد او يزيد. بوت اوف معنى ستوب يعني ستوب، توقف، تمام كده، توقف عن عمل هذا الشيء. يبقى بوت اب معنى انكريز يعني انكريز معنى يزداد او يزيد، تمام. بوت اوف معنى ستوب يعني توقف. بوت اب ويز، بوت اب ويز يعني اكسبت اور ديل سكسسفلي ويز، تمام، يعني ينجح، ينجح في التعامل مع، معايا؟ او يتعامل مع، يتعامل مع الحاجه دي بنجاح، يتعامل مع الشخص ده بنجاح. يبقى اكسبت دي سكسسفلي ويز يعني تعامل طبعا بنجاح مع هذا الايه، مع هذا الشيء، اوكي يا شباب. يبقى برينج راوند ريفايف بمعنى يحيي، برينج اباوت كوز يعني يسبب، برينج اب بريد يعني يربي، برينج فورورد يعني يطلع، برينج اوف يعني ينجح في فعل شيء ما، برينج باك بمعنى ريتيرن يعود او يسترجع، برينج ان انتروديوس يعني يقدم، برينج اوت بروديوس يعني ينتج او يخرج. بوت اون طبعا كوز ستارت وركينج يعني طبعا يسبب في او يبدا في عمل ما. بوت اواي يعني ريتيرن طبعا يستعيد او يعيد طبعا في عمل شيء ما هو كان محتفظ بيه. طبعا بوت ثرو، طبعا بوت ثرو طبعا بيسمح طبعا شخص ما انه يتحدث لشخص ما بشخص اخر بالتليفون. بوت اون يعني وير، وير يعني يرتدي. بوت اوت اكستنجوش يعني اكستنجوش يعني يطفي. من فضلك اقول لك مثلا بوت اوت، بوت اوت ذيس تي في، بوت اوت ذيس راديو، تمام، يعني من فضلك ايه، طفي مثلا ال التلفزيون، طفي مثلا راديو، بوت اوت ذا لايت او ذا لامب، اللمبه مثلا او الاضاءه، تمام. بعد كده بوت اب معنى انكريز يزداد او يزيد. بوت اوف معنى ستوب من فتره طبعا، توقف طبعا عن عمل هذا الشيء. وبوت اب ويز معنى ينجح او يتعامل بنجاح مع هذا الشخص او مع هذا الشيء او مع هذه المشكله.
اوكي يا شباب، يبقى دي طبعا ايه، دي ده كل الايه الحاجات المرتبطه بالمحاضره الثالثه، تمام. واللي يهمني في ده كله طبعا ازاي تكتب باراجراف، ازاي تكتب اسم، بالاضافه طبعا للتمرين اللي احنا شرحناه دلوقتي وفرقنا ما بين سنجل روم ودبل روم وسويت روم، واخدنا طبعا يعني كونسيرج يعني بيلمان، طبعا الكونسيرج اللي هو طبعا الموظف المسؤول عن استقبال طبعا الزوار، وقلنا طبعا بيلمان هو قارئ ناقوس او اللي هو البواب او الحمال او الشيال، واخدنا طبعا بالاضافه للفريزر فيربس اللي احنا شرحناها مع بعض دلوقتي، وانت طبعا المطلوب منك ان انت طبعا